شباب احنا بنتكلم بقى لنا فتره على موضوع قانون الاستثمار الموحد. اعتقد مش مشكله مجموعه مشاكل. بنتكلم ان يكون في قانون موحد للاستثمار، بنتكلم يكون في تحصين للعقود موجود، انك بتتكلم يكون في عمليه حمايه للاستثمارات، البيروقراطيه ننتهي منها. كل هذه الامور كثيره، مش موضوع مشكله واحده ولكن مجموعه من المشاكل. ولكن بصفه عامه انت بتلاقي ان في خطوات جاده بتتخذ، وده اللي بيدي نوع من انواع الارتياح للخطوات اللي بتتخذها الحكومه وبتحسين مناخ الاستثمار وبالتالي العوائد المتوقعه من ذلك على معدلات نمو الاقتصاد المصري. معروف التشريعات من اكبر المشاكل اللي بتعوق الاستثمار. اللوائح والقوانين محتاجين تفريق قبل كده. اللوائح والقوانين الحاجه الوحيده هو النهارده كام مستثمرين ونيد فيزيبيليتي. لو في حاجه يبقى في وضوح في الرؤيه وضوح الرؤيه ووضوح في القرارات داخل بحيث احنا عارف الواحد داخل على ايه بالظبط من مجاميع. مشكله واحده اهم مشكله من وجهه نظر حضرتك. لا هي على حسب الفتره والوقت والزمن. اعتقد المشكله الحاليه دلوقتي اللي قد تكون تعيق الاستثمار انه يعني جايين من فتره كان فيها تقلبات جامده جدا في المناخ الاقتصادي، كان في فتره حصل فيها مشكله في اعاده توزيع الارباح او اعادتها للكلام عن المستثمر الاجنبي بالذات للخارج، كان في تاخر في تحويل الاموال. بالنسبه للمستثمر المصري كان في لغط كثيره جدا على اشياء كثيره تتعلق بملكيات اراضي بعقود تمت فعلا وبتبتدي تتلغي ثاني. فاعتقد دي كانت حاجات سابت شويه رواسب للمستثمر النهارده يخش بقلب جامد للسوق المصري، وهو اعتقد في انتظار الوعود اللي الحكومه الحاليه بتعيدها. والحقيقه لغايه دلوقتي الحكومه يعني بتوفي بوعدها في كل شيء، فاعتقد هو زي ما يكون مترقب. عشان كده بقول لك الربع الاخير من السنه دي والاول الربع من 2015 اعتقد هيبقى نقطه تحول في مناخ الاستثمار بتاع مصر. هو الامن التشريعات الموجوده انا عشان كده بنادي لتعديلها، واعتقد انا سعيد جدا بالقرار اللي اول قرار اخذه الرئيس وقت ما تولى المسؤوليه ان هو قرار جمهوري رقم واحد اللي اصدره بتشكيل لجنه تعديل التشريعات اللي شغاله النهارده، وارجو ان هي تنتهي من عملها قبل مؤتمر قمه مصر الاقتصاديه اللي في فبراير القادم. الف شكر لسيادتك، شكرا جزيلا.